شكرا للزميل المتألق والمبدع مطلق بن علي العنزي. مشاهدينا الأعزاء متواصلين في هذا النقل الحي والنقل المباشر لسباق هذا اليوم من السباق المحلي الثامن في هذا التاريخ وفي هذا اليوم. اليوم هو الرابع من شهر يناير لعام 2014 ونحن ننطلق في مستهل هذا العام الميلادي الجديد، سائلين المولى جل في علاه أن يديم الصحة والعافية على ملاك الهجن وعلى المشاركين جميعا وأن يوفقهم في هذا الموسم الجديد. أضوي إمرار على مقدمة الشوط، راشد بن سعيد النابت المري على المركز الأول ويليه على المركز الثاني الفايز لمحمد بن علي بن حسين بن جرحب المري على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الرياض أو من الظبي لمسفر بن سفران المري، يتسلل الظبي على المركز الثاني. وحقيقة عيال الظبي اليوم مبدعين يا أبو علي، مبدعين مبدعين بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ننتقل إلى المركز الثالث وهنا الوصول من الفائز لمحمد بن علي بن حسين بن جرحب المري على المركز الثالث. المركز الرابع المركز الرابع هنا الوصول من الباز لمحمد بن كردي المنخس على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من الواصل لغانب المنصور آل سيف الخيارين. آل العوينة اليوم أول مشاركة لهذا الشعار، نشاهد آل العوينة على المركز الخامس وشعار غانب المنصور آل سيف الخيارين. نعود إلى مقدمة الشوط وإلى ضوي إمران، راشد بن سعيد بن راشد النابت المري على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني الظبي مسفر بن سفران المري على المركز الثاني. المركز الثالث التواصل والهجوم على صعيد المركز الثالث من الباز محمد بن كردي بن طالب المنخس، ويليه على المركز الرابع هنا الفائز لمحمد بن علي بن جرحب المري. وخامس المراكز يصل ويتقدم الواصل اللي قادم لا محالة، الواصل لغانم بن منصور سيف الخيارين، وأيضا يتقدم رقم 10 الفيل بخيت بن علي بن مقارح المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وحدث تغيير على مقدمة الشوط من قبل الظبي لمسفر بن سفران المري من يتسلل على الصدارة، ولكن التسلل أيضا على حساب الظبي من قبل الباز لمحمد بن كردي المنخس اللي غير وانتزع المركز الأول. المركز الثاني الظبي لمسفر بن سفران. المركز الثالث الواصل لغانب المنصور آسيف الخيارين، وأيضا تدخل على الواصل من خلال انطلاقة الفيل من يتسلل بدوره إلى المركز الثالث لبخيت بن علي بن بخيت بن مقارح. المركز الرابع الواصل لغانب بن منصور آل سيف الخيارين. وخامس المراكز التقدم في هذه اللحظات والتسلل. أول مركز الخامس الواصل لغانب بن منصور آل سيف الخيارين، هناك من يتسلل ولم نراه إلا على مقدمة الشوط، هنا مبدع لجابر بن علي بن جرحب المري. هذا هو مبدع وأداءه مبدع، ودخل إلى عالم النداء والإذاعة خلسة ولم نراه إلا بعد الرصد من خلال كاميرا الكادر الفوقاني. هذا هو مبدع، ومع الشعار المبدع شعار بن جرحب. شعار بن جرحب أمس حصل على نقطة في أشواط الحقائق البكار الأشواط المسائية، ويبحث اليوم أيضا عن نقطة ثمينة وهامة في هذا اليوم. المركز الثاني هنا الوصول من الباز لمحمد بن كردي بن طالب المنخس. المركز الثالث الواصل وخطير هذا المشارك اللي على المركز الثالث من خلال تحركات الواصل ومن خلال انطلاقته عليه ترشيح مبطن. المركز الرابع أيها الأعزاء الفيل بخيت بن علي بن مقارح. وخامس المراكز من يتسلل ويتقدم مشهور متعب بن حمد بن متعب المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ومبدع لجابر بن علي بن جرحب المري، ولكن واصل الواصل ووصل الواصل بالفعل، وصل إلى المركز الثاني. وغانب بن منصور سيف الخيارين شعار
مرموقة وغيرها من الشعارات وإعلان وبيان وعد وخل، عد وخل الأسامي اللي مثلت هذا الشعار، شعار صائد الرموز يتسلل في هذه اللحظات وممثل أهالي العوينة دائما، الممثل الدائم لأهالي العوينة ونعم التمثيل بمنصور ونعم التمثيل. عموما وعلى كل حال يتقدم الواصل إلى المركز الثاني، بينما مبدع ما زال على مقدمة الشوط، ولكن التغيير من الواصل، التغيير في هذه اللحظات من الواصل على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، وغانم المنصور السيف الخيارين شعاره على المركز الأول. المركز الثاني مبدع لجابر بن علي بن جرحب المري على المركز الثاني، وبالفعل مبدع، يبدع من خلال هذا الانطلاق وبدع من خلال هذا التسلل وهذا التقدم في هذه اللحظات. المركز الثاني هنا أرى التقدم والوصول من الرياض لسيف بن فهد بن سيف الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع هنا يصل ويتقدم النابي راشد بن طالب بن شريف. المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس شعار محمد بن سبران المري. المركز الخامس الوصول من عرقان لمحمد بن سعيد بن سفران المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وعود إلى الواصل من ينطلق، والعصا والعصا في الإبطال والعصا قوس، انطلق الواصل. وبالفعل بالفعل بالفعل حذرت من حضور الواصل ومن انطلاقته، وذكرت بأن عليه ترشيح مبطن. هذا هو الواصل، وانطلق مشاهدينا الأعزاء، انطلق هنا الرياض، الرياض 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 والواصل، الرياض والواصل، وهل الخرسعة وهل العوينة في تنافس شريف على انتزاع المركز الأول. الله يا غانم المنصور، غانم المنصور يغنم ناموس الشوط حتى هذه اللحظات، ولكن شعار راشد بن طالب بن شريف واصل أيضا على المركز الثالث. النابي 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 واصل، وأيضا محمد بن سعيد بن سفران قادم 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 مع عرقان 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 ومحمد بن سعيد بن سفران يتسلل. شعار بن سفران، هل السيلية هل المعراب واصلين أو الريان أو الريان، ولكن الواصل 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 وهو أيضا الواصل على المركز الأول. إذن المئتين متر الأخيرة وصل الواصل، وصل الواصل إلى قمة الفوز، وحسم الموقف الواصل، حسمها لأهل العوينة ولمحبين العوينة ولجماهير العوينة في هذا الشوط. تهانينا لغانم بن منصور السيف الخيارين على فوز الواصل، تهانينا تهانينا. هذا هو الواصل يصل إلى خط النهاية معلنا الفوز بناموس الشوط. المركز الثاني النابي لراشد بن طالب بن شريف، المركز الثالث عرقان لمحمد بن سعيد بن سفران المري، المركز الرابع الرياض لسيف بن فهد بن سيف الخيارين، المركز الخامس كان الوصول من مقدام لراشد بن زيد بن نديله المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وبالفعل الواصل يصل إلى الفوز ويصل إلى المركز الأول، ويعلن الفوز لغانم المنصور سيف الخيارين قاطعا المسافة في 7 دقائق 47 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لغانم المنصور سيف الخيارين المركز الثاني. المركز الثاني النابي 7 دقائق 47 ثانية 78 جزء من الثانية. تهانينا لراشد بن طالب بن شريم المركز الثالث. هذا هو يصل عرقان، وتوقيت عرقان 7 دقائق 48 ثانية 26 جزء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك عرقان محمد بن سعيد بن سفران المري. على بركة.